فهتطلقني، وآخر مرة اتصل بينا. قطعت الخط وتلحيت على الفراش كنبكي، ما كفاتوش قصوتو عليا وخيانتو ليا. إذا دابا بغى يتحكم فيا وفي حياتي، بغاني نبقى عايشة غير على قبله هو. الوقت اللي تفكرني نكون معاه، حتى كنحاول نتناسى وكتجي شي حاجة كتفكرني بيه. مسحت دموعي فسمعت دقان في الباب وصوت يوسف كيناديني من وراه. وقفت وتمشيت بخطواتي حتى خرجت عنده، وهو يقول: شمس مالكي، علاش كتبكي؟ قلت له: يوسف بغيت ننساه، علاش كل شي كيفكرني بيه؟ فين ما درت كنشوف صورته، صوته مازال عالق في مسامعي، ريحته مسيطرة على حواسي. يا الله عييت ربي. شاف فيا يوسف وقال: شمس واش انتي مزوجة؟ مسحت الدموع بإيدي وهزيت راسي بقاه، وهو يقول: يوسف كل مشكلة وعندها حل، ما تديريش في راسك هكا، وملي مازال كيتصل بيك غادي يكون كيبغيك. قلت له: لا، اللي كيبغي ما كيخونش يا يوسف، ما غاديش يخون مراته مع وحده غدراتني وهانتني. قال: ما عرفتش اش نقول ليك، ولكن انا اصلا ما فاهمش اش واقع بيناتكم. قلت: غادي نعاود ليك كل شي من بعد يا يوسف. ابتسم وقال: الوقت اللي تبغي انا موجود. وانا نسوله: فين هي سناء؟ قال لي: مشات تهضر في التليفون، وهي تقول: هاني جيت. قلت ليها: باباك ياك؟ قالت: لا. فهد اشنو بغى منك حتى انتي؟ قالت: اعطاني كونجي مفتوح حتى نرجعو بجوج، وفاش درت سبه بالطوموبيل ديال بابا قال لي بلي غادي يعطيه واحدة اخرى ديال الخدمة. وانا نقول: انا رجعو شكون هادو؟ قالت: انا وياك. تعصبت وقلت: ها ما يحلمش بيها، انا ما غاداش نتحرك من هنا، خصوصا البلاصة اللي فيها هو. قال يوسف: المهم انا غادي نخليكم دابا، ونهار الجمعة غادي ندوز نديكم للدار. شاف فيا وقال: شمس طلقيها في ايد ربي، هو غادي يدير ليك الخير، وسيري ترتاحي، راه غدا غتبداي الخدمة. ابتسمت وقلت له: نسيتها كاع، الله يجازيها مولات المكتبة، عطاتني هاد الايام بين ما نقيت اموري. قال لي: يا يوسف الله يسخر ليك، غير عدي بها هاد الفترة حتى نقلب ليك على شي حاجة قريبة شوية. قلت: ان شاء الله. وشاف سناء وقال لها: فرحت حيت غدا تبقاي معانا مازال. هي عينيها لمعوا بالفرحة وهي تقول: حتى انا. رغم الالم والوجع اللي تسبب لي فيه، ما قدرتش نمنع نفسي من التفكير فيه. روحي كتحرق شوق لشوفته، وخنجر خيانته وغدره ليا مازال كيطعن في قلبي. حتى النعاس ما بقاش كافي باش يمحي هاد الشي اللي كنحس بيه. تقلبت في فراشي مخنوقه والدموع مشكلين طريقهم على خدي، حطيت ايدي تحت وساتي وتحسست قطعه حديديه صغيره. شعلت الفيوز اللي بجنبي وخرجت خاتم زواجي، دورته بين صباعي وابتسمت مكسوره، وبقيت كنشوف في الحاجه اللي كل ليله سارقه مني النوم والراحه. دازت سيمانه وانا كنمشي للخدمه، وكنتلاقى انا وسناء ويوسف كنتغداو مجموعين. كنا جالسين على الطبله ديال الغدا، وهو يقول: يوسف من بعد ما عاود لي حكايتي كلها مع فهد. قال يوسف: من داك الشي اللي عاودتي ليا، الا جينا نفكروا منطقيا، انتي ما شفتيش خيانه، كانوا خارجين من الدار عادي. وهي تقول سناء: كيفاش خارجين من الدار عادي؟ وفي داك الوقت اش كانوا كيديروا؟ كيحفظوا الادعيه؟ خنزرت في سناء باش تجمع راسها، بانت ليا ساحت وما بقاتش كتفراني. تبسم يوسف على بالها وهو يقول: حضري معايا عقلك،
أنا جلست معاكم في دار وحدة شحال من مرة، وعادي جلسة بريئة. ضحكات سناء وقالت له كل شي على جلسة بريئة، ما تكذبش، حصلتك شحال من مرة كتشوف فيا شوفات ماشي هما هادوك. صدم يوسف ولا وجهه حمر وقال أنا أقسم بالله عمري شفت فيك شي شوفة ناقصة، وإلا شي نهار قلت لك شي حاجة راني غير ما قصدتش، سمحي لي. وضحكنا أنا وسناء بصوت عالي دقة واحدة، وهو بقى غير كيشوف فينا مصدوم. قالت له سناء صافي صافي تقطع في القلب، راني غير ضحكت معاك. قال اشنو دابا مطلعينها عليا بجوجكم؟ ضحكت وقلت له يوسف ما تديش عليها راها هبيلة. خنزرف سناء وشاف فيا ويقول نرجع لموضوعنا. قلت له واش انت معايا ولا معاها؟ وهو يقول معاكي اكيد، ولكن بغيت غير نوضح لك شي امور انتي ما رديتيش لهم البال. قلت له غير انه يرجع يهضر مع جودية في حد ذاتها خيانة ليا. وهو يقول يوسف ولكن انتي قلتي هو ما عاقل على والو. قلت له عاقل عليهم كاملين الا انا، مورا الحادثة الغابة فين شفتو اول مرة ما بقى عقل على والو، عند بالو هاديك هي اخر حاجة وقعت وفاش حل عيني حلهم في سبيطار. قال يوسف يعني حتى جودية ما عقلش عليها، اذن هي لقات شي طريقة باش تدخل لحياته مرة اخرى. قالت سناء وبنت الحرام داخلة وكتمخطر البوتيك وكتقول فينا هو خاجلي فينا هو راجلي. انا غير قالت لي راها تزوجات فهد وصلتها ليك سخونة. قال ليها يوسف باش تعلمي ما تديري بوم لشي اخبار حتى تتاكدي منه. قالت وانا اش عرفني، صراحة في ديك الفترة وليت كنتوقع كل شي من اي واحد، خصوصا ديك اللفعة ماشي صعيب عليها تدير لي فراسها. قال يوسف دابا خلينا منها، المهم ان فهد راجلك وبوحدك. قلت له ما تقولش راجلي. قال واخا مزوج بيك بوحدك، خيانته ليك مع جودي ما متاكدينش منها، اما بالنسبه لانه رجع يهضر معاها راه السيد معذور ما عقلش على اشنو واقع بيناتكم. قلت له ما نقدرش نحط ليه اعذار ولا نسامحه، جرحه ليا كبار من اعذار. مشى يوسف ورجعت انا وسناء للدار وهي تقول شموستي نقول لك شي حاجه مخبيها عليك. قلت قولي نشوف. وهي تقول فهد من نهار جيت وكل نهار كيتصل بيا يسولني عليك. قفزت من بلاصتي وشفت فيها علاش كيسولك؟ قالت كي دايره فاش خدامه، واكثر حاجه صدع لي راسي بها هي يوسف. قلت ليها لاش باغي يوصل من هذا الشيء؟ وهي تقول اشنو بغيتيه ما يبقاش عاقل عليك؟ ما تنسيش راكي مراتو. قلت يعني كيسول غير واجب؟ قالت كنحس به مهتم لامرك بزاف. خشيت راسي تحت المانطا وقلت ليها طفي الضو ونعسي، راه غدا غتمشي تغدي عند عكوزتك. حيت سناء كيعجبها يوسف وحالفت الديه. قالت الله شحال زوينه هاد الكلمه، غنمشي نشوف خالتي. قلت ليها يعطيك الخلا تقلي راسك شويه طفي الضو، راه غدا غدا نفيق بكري. ساعه كامله وانا كنتقلب في فراشي صورته ما بغيتش تحيد من بالي، وكلام سناء مازال شغلني، زعما يكون بصح مهتم بيا وغار عليا ولا كيدير هاد الشي غير حيت مازال مراتو. فكرت حتى في كلام يوسف، منطقيا انا ما شفتش خيانه، ولكن شنو كان كيدير هو وجودي في هداك الوقت؟ وكيفاش تجرأ وتقول سناء باللي تزوجات فهد؟
كون ما كانوش مفكرين في خطوة بحال هادي. راسي بغى ينفجر بقوة التفكير وما نعست غير بزز. في الصباح فقت وفطرت ومشيت لخدمتي. دوزت نهار كامل غارقة بين الكتوبة والكليان حتى وصل وقت الغدا. خرجت كنتسنى في يوسف وسناء باش يدوزو عليا باش نمشيو نتغداو عند الوالدة ديالي. جاي يوسف وسناء وطلعت معاهم في الطوموبيل ومشينا تغدينا عند أم يوسف، وكانت مرة طيبة بزاف. سالينا الغدا ورجعت أنا لخدمتي، ومشات سناء رجعت لدارهم وبقيت بوحدي. رجعت لداري تعشيت ودخلت نعس حتى كنسمع صوت التليفون. فتحت الخط بلا ما نشوف شكون وقلت الو. قال مراتي. توسعوا عينيا بالصدمه وقلت فهد. قال نسيتي على صوتي ولا تفاجئتي حتى صرت بيك؟ قلت له لا، صدعتيني في هذا الليل وفيقتيني من نعاسي، اشنو باغي؟ وهو يقول علاش كتهضري مع راجلك هكا؟ قلت له فهد واش سكران عاوتاني؟ قال صافي اخر مره ما بقيتش غنشرب، راه غير توحشتك. قلت له فهد راك ما عارفش اش كتقول، سير تنعس. قال فين ساكنه بالضبط؟ غنجي عندك دابا. قلت له لا لا ابقى بلاصتك، فين غنجي؟ انت سكران كيفاش غدير تسوق؟ بدا كيضحك وقال خايف عليا. قلت علاش غنخاف عليك؟ انا غير ما بغيتش توقع ليك شي حاجه ونهز ذنبك. قطع خليني نعس. غوت وقال الا ما تقطعيش، خليني نسمع صوتك. قلت له ما عندي فاش نجمع انا وياك. وهو يقول بغيت نقول لك شي حاجه غدا تفرحك. قلت احتى حاجه منك ما غدا تفرحني، خلي ديك الحاجه عندك. قال لي انا ما تزوجتش بجوديا. قلت له ما تجبدش ليا سميتها، ايش دخلني فيكم بجوج؟ قال سمحي لي. قلت له على اش؟ وهو يقول على كل شيء، غادي يجي شي نهار وتسامحيني. قلت له بلا ما تحلم، عمري ما غنسامح شي حد غدرني. ودازت دقيقه بلا ما نسمع جوابه. بديت كنقول فهد فهد. نعستي نعستي وقطعت الخط وتخشيت في بلاصتي. كملت نعاسي ما فقتش بكري اليوم حتى العشرة، حيت اليوم ما خداماش. فطرت وجمعت الدار حتى اتصل بيا يوسف. قلت له صباح الخير يا يوسف، كي داير؟ قال صباح النور، انا قدام الباب نزلي عندي. قلت له ايوا طلع، علاش واقف عند الباب؟ قال لي لا غير نزلي كنتسناك. قطعت الخط ولحت عليا كاب ونزلت عندو. ابتسمت وقلت له واش ما فيك ما تطلع في الدروج؟ وهو يقول لا غير بغيت نخرجك من الدار، الجو زوين. قلت له من نهار عرفتي بلي انا مزوجة ما بقيتيش كتبغي تدخل لداري. حك راسو كيبتسم وقال الا جينا للصراحة راكي ماشي ديال راسك، راكي مزوجة. قلت له ديال راسي وما تبقاش تقول لي مزوجة. وهو يقول المهم انا غادي نمشي دابا، حيت جيت نشوفك ونسولك واش ياك ما خاصك شي حاجة. قلت له لا ما خاصني والو شكرا. وهو يقول بسلامة وردي البال لراسك. دخلت للدار وصل الليل ومشيت للبيت ندخل لفراشي حتى كنسمع الصونات في الباب. انتفضت من بلاصتي مخلوعه، شكون غادي يجي عندي في هذا الوقت؟ قربت من الباب بشويه وتكلمت بشويه، قلت شكون؟ سمعت شمس غير انا بحلي. تصدمت وتخلعت، قلت فهد، وحليت الباب وركزت الشوفه فيه. قلبي رفرف من الفرحه، شحال توحشت، شحال كيبان زوين، ولا غير شوقي ليه
وما قدرتش نحيد عينيه عليه، حتى هو نفس الشي كيشوف فيا في تفاصيل وجهي. وساكت. قلت له علاش جيتي؟ قال كاين شي حد كيستقبل ضيوفه هكا. قلت له وكاين شي ضيف كيجي في هاد الوقت؟ قال حاولت نبعد ولكن القدر كيربطنا وما نقدرش نتفارق عليك. قلت له القدر فرقنا شحال هادي، وكل واحد عنده مصيره خاص به. بيناتنا ورقة أعطيها لي وكل واحد في طريقه. تعصب وقال عاود تاني هاد الورقة ولا هاد الدفتر؟ قلت له كان عندك الحق أول مرة، احنا خاصنا نطلقوا من زمان، انت ما بقيتيش عاقل على أي حاجة كتربطنا ببعضياتنا، وأنا فعلا ما مستعداش نضيع وقتي وأنا كنحاول نفكرك بيا. قال لي غلطت نهار قلتها وأنا كنعترف وما كنسواش وما عطيتكش فرصة باش تعاونيني نتفكر. قلت له وعرفتيها بوحدك بعدا؟ وهو يقول إياه اتصارت يا البرهوشة. سمعت هاد الكلمة والقروضة بداو كيشطحوا فوق راسي. تعصبت قلت له ملي أنا برهوشة علاش جاي عندي؟ سير في حالك، اللي بيناتنا سالة شحال هادي، طلقني وكل واحد يمشي في حال سبيله. وهو يقول ما تعاوديش هاد الكلمة ديال الطلاق ولا غادا تحسبي سنانك في الأرض. شفت فيه وسديت الباب في وجهه وبديت غدا لبيتي، حتى كان سمع تاني صونات الباب ومشيت تاني وحليته. وكان هو وشكون من غير هاد فهد؟ قلت أشنو خاصك تاني؟ وهو يقول بحنان دخليني نبات عندك هاد الليلة، راه الليل هادا والبرد وأنا ما كنعرفش هاد المدينة غير غادي نتلف. قلت له مسكين سير عند هاديك اللي عطاتك عنواني بالضبط، راها حافظة المدينة كنت بقلت. شاف فيا وضحك وقال شكون سناء؟ لا لا غير ظلمتيها، راه عصر التكنولوجيا هادا عمري، أسهل حاجة هي نعرف مكانك فين كاين. قلت هاد التكنولوجيا ما قدرتش تسهل عليك تلقى أوتيل تدفى وتخمد فيه هاد الليلة وتفيق مع النجمة الصباح وتشد الطريق لخدمتك. بقى كيدور في عينيه حصلته ما لقى باش يجاوب، ولكن وجهه قاصح ضرب فيا ودخل للدار. بقى كيدور في بلاصتو وكيدور في عينيه في الدار كامله وهو يقول دارك زوينه. قلت له واخرج في حالك، واش هذا وقت باش تجي عندي؟ راني بغيت نعس. تلاح فوق الكنابي وقال حتى انا والله لا عيان وبغيت غير نسد عينيا والنعس. قلت له غادي تنعس هنا؟ نبات وانا وياك في نفس الدار. هز كتافه وهو يقول وفين المشكل؟ ياك فرعتي لي يا راسي بيه فهد، انا شمس مراتك فهد، انا مراتك شوف الخاتم فهد، انت راجلي. بقى كيقلد فيا ياك حنا مزوجين من الطبيعي نعسو تحت سقف واحد؟ نهدت وقلت له اياه مزوجين ولكن غير على الوراق، مازال ما درناش العرس. اجمع الوقفه وشاف فيا مدهوش وهو يقول بلاتي كيفاش مزوجين غير على الوراق؟ يعني مازال ما درنا والو من قله الاداب. اللون تخطف من وجهي، كون نلقى الارض نشق وتبلعني. غير بلاتي يا لساني حتى نفارد بك ونتحاسبوا على هاد الورطه اللي ورطتيني دابا. قلت شوف غادي نخليك تنعس هنا حتى الصباح، ولكن ما بغيتش نسمع صوتك. صافي سكت باركة من الهضرة. بدا كيضحك وهو يقول والله إلا كنت أكبر كامبو، هاد الزين كامل مراتي وغير على الوراق تطبيقي والو. شوفي خاصك تحمدي الله مشات ليا الذاكرة ورجع فهد جديد بتفكير جديد، واليوم نفرتكو هاد الرمانة. شهقت وقلت له ايش من رمانة ولا برطال، واش من نيتك؟ هز راسه بقاه وقال من اعماق اعماق نيت، دابا جري جيبي لراجلك شي حاجه ياكلها
راه مازال الليل طويل. خبطت رجلي على الأرض بعصبية ومشيت الكوزينة وجبت له ما ياكل. لقيته مسرح رجليه فوق الكنابي وواخد راحته كيلعب في التليفون بحال لا الدار دارو. قلت له زيد تاكل. ابتسم وجلس فوق الكرسي وهو يقول جلسي تاكلي. قلت له ما بغيتش، انا معشية غير بالصحة. وهو يقول وشنو غتبقي واقفة عليا كتحسبي لي الدغامي. مشيت جلست ودورت وجهي للجهة الاخرى وقلت هانا ما كنشوفش جيفتك، يلا قول خلاص باش نجمع هاد الروينة. وبغيت نعس، راه غدا خدامة بكري. وفي خاطري قلت له اتاكل فيه السم. اويلي اش كنقول الا يا ربي الله ينجيه. وهو يقول ما عجبانيش ديك الخدمة. قلت له تعجبك ولا لا، اش دخلك؟ هو باش وقال كيفاش اش دخلني، راكي مراتي زعما. قلت له احنا مفارقين شهور هادي وقريب غادي نطلقوا، ما عندكش الحق تدخل فيه. خنزر فيا وقال دابا دوزي تنعسي مشى الحال. قلت واش غتحكم حتى في نعاسي؟ واتجه لبيتي وهو يقول اطفي الضو واجي دفاي في فراشك راه البرد. قلت له غدا نعس هنا. رجع لعندي وشاف فيا وقال مقطوع دارني راسي وشديت ليك الخاطر بزاف، بلا ما تعصبيني راه اليوم قطعت الزمر كامل. قلت له وانا مالي قطع ولا موت كاع. وفرمشت عين هزني فوق كتافه وداني البيت. قلت له حطني بنادم. وهو يقول شت حبيبتي وقت النعاس هذا. ولاحني فوق الفراش وما جيت في النوض من بلاصتي حتى تلح عليا عن نقلي من الجن ومدور عليا رجليه. بديت كنتنطر وكنقول له طلق مني طلق. قال والله ما نطلق يا الله، راه البرد هذا خاص الاحتكاك باش بنادم يسخن. قلت له بعد ولا غدا نغوت. قال لي يا غوتي نسمع. وانا نبدا نساوي حافة كفات ما غداش نرتاح في النعاس هكا، بعد شوية خلقتيني. قال لي غير وين في عمري هكا غنبقاو نعسو ديما. وخشى راسو في عمقي وقال وغدا ترتاحي. سكت قلبي كيضرب بقوة وإيدي كيرشف. زير عليا وقال ريحتك كتجنني. كيدوز إيدو على طول شعري وقال شعرك طوال عندك يتقطعي. بقيت ساكتة وكنسمع فيه وأنا مصدومة من كلامه. قال لي عقلتي البارح كنت غادي نقول لك حاجة تفرحك. قلت أما بغيتش نسمعها. وهو يقول زدت بيت حتى لولدنا. استمت ودرت شفت فيه. قلت اش من ولد؟ وهو يقول تمنيت بنت كتشبه ليك، ولكن الا عطانا ربي شي وليد خاصو يلقى بيته موجود. بعدت عليه وتقديت في الجلسه وقلت له شكون قال لك هادشي؟ باش عرفتي باللي كنا كنتمناو نولدو بنت هي الاولى؟ وهو يقول علاه شكون كان معانا داك النهار؟ قلت يعني انت عاقل على كل شيء. وهز راسه بقاه وجرني لحضني. دقات قلبي فقدوا انتظامهم وانفاسي تسارعوا. سديت عينيا كنتسناه يهضر وداز الوقت ما سمعتش صوته. ورجعت حليتهم وبعدت من حضنه كنشوف فيه بدهشه واستغراب. تقاد في الجلسه مقابل معايا وقال اه عاقل عاقل على اي حاجه فيها انت. قدرتش نهضر، ما بغاش الكلام يخرج ليا. وجات في بالي فكره وشفت فيه مخرج عينيا. قلت يعني انت ما كنتيش فاقد الذاكره؟ وقال لا انا بالصح فقدت الذاكره بعد الحادث، ولكن غير لواحد فتره قصيره. قلت له كيفاش؟ نزل راسه وقال يعني مده طويله باش رجعت لي الذاكره وتفكرت كل شيء. صدمت ما قادرش نصدق كلامه.
قلت له أنا ما فراسيش. قال ما فراس حد من غير خليل. مسحت وجهي بإيدي اللي كيرشفو وقلت له شت، إيش من عذر غادي تعطيني؟ بلاتي تفكرتي كل شي ونسيتي شنو دارت فيا جودية. وهو يقول شمس أعطيني الخاطر وغادي نشرح لي كل شي. فاش كنتي حدايا فعلا كنت معاقل على والو. نزل راسو وقال عارف باللي جرحتك بكلامي وتعاملي القاسي معاك، ولكن صدقيني ما كانش بإيدي. عرفتي شنو؟ تفيق شي نهار وتلقى راسك ناسي أهم جزء في حياتك. كنت متأكد باللي ما يمكنش نربط حياتي مع إنسانة ما كنبغيهاش. يعني لو ما كنتش بغيتك اكثر من راسي ما كنتش غادي نتزوج بيك. ولكن باش ننساك في لحظة ونسى أي حاجة جمعتني فيك ولا ديك الفترة اللي دوزت معاك، حاجة ما رضاتني، خصوصا أن حتى طبيب ما عطاني خبر مؤكد على المدة اللي غادي ندوز، وأنا ناسي فترة من حياتي. داكشي علاش اقترحت البعد وشفتو أنسب حل. قاطعته وقلت له ديما كيبان لك البعد هو أنسب حل. قال وهذا هو أكبر غلط درت. فاش أنا كنت كنبعد وانتي كتقربي دخلت بيناتنا ظروف اللي خلاتنا نوصلوا لهنا. قلت انت اللي خليتينا نوصلوا لهنا، الظروف بريئة منك ومن أفعالك وقراراتك. وهو يقول ما كنبرأش راسي، كان عندي النصيب الأكبر في الأسباب اللي خلاتنا نبعد. قلت له كتقصد نتفارقوا؟ وهو يكمل وفي هذا الوقت دخلت جوديا بالألاعيب اللي فيها، دارت عليا تمثيلية ولكن ما طولتش فيها بزاف، حيت من بعد مدة قصيرة تفكرت كل شيء وقررت نقلب اللعبة عليها لصالحي، خصوصا أنني تأكدت باللي عندها يد مع طارق اللي هرب من السبيطار وحتى شي واحد معرف فين غطس. قلت له طارق هرب؟ هز راسه بآه وقال أسهل حاجة ممكن يدير هي يخرج، ولكن أصعب حاجة هي يتخبى مني. المهم أول مرة جات عندي للدار أنا طبعا ما عرفتهاش، وعودات لي نفس السيناريو ديال الغابة، واللي عاونها أنه فاش رجعت نتأكد في السبيطار لقيت سميتها. وهو يضحك. قلت له المرة الثانية كديرها بيك؟ شاف فيا وهو يقول ولكن جات في مصلحتي حيت هي اللي وراتني بلاصة الطريق بلا ما تحس. قلت له عجيب، كيفاش هي باغياك وفي نفس الوقت اتفقت مع طارق اللي كان باغي يقتلك؟ قال لي لا، حيت هما كان اتفاقهم يبعدك طارق من طريقها، داكشي علاش خطفك. ما كانوش حاسبين حساب أنني دخلت البلاد في نفس النهار، وطارق ما خداش احتياطه، خلى واحد من رجاله يجيب الطاكسي حتى لعندك، والبلاصة كلها كاميرات. كان كيقول حتى ولو نبحث ونحاول نقلب عليك راه خاصني وقت باش نرجع، وفاش نلقاك غادي يكون فات الفوت. قلت له علاش كانوا باغين يقتلوني؟ وهو يقول المهم قدرت نوصل لطارق عن طريق جوديا وعطيته للبوليس مكتف، وهاز عرامت المصائب من سرقة ونصب وتزوير وجرائم فوق ظهره. جمعت ليه الحساب كامل ودابا كنتسنى نشوف بشحال غيحكموا عليه. أما جوديا بالكذوب والسيناريوهات اللي متلاتهم عليا كان عندي سبب قوي خليني ندفنها حية، شفت فيه مخرج عينيا. وهو يقول ولكن شفعات لها حاجة واحدة. قلت له أشنو هي؟ وهو يقول حاملة. قفزت من بلاستي وقلبي يضرب بقوة، شفت فيه مصدومة وصرت طريقي بصعوبة. فهم نظراتي وهز إيديه وقال أنا بريء، يمكن من جهاد. قلت حتى جهاد متفق معاهم؟ وهو يقول لا، ما عندوش دخل ولا علاقة بطارق، ولكن عرفت باللي عنده علاقة بجودية. قلت أصلا ماشي شغلي،
واخا تكون انتبه تحرق انت وياها، ما كتفهمونيش. وهو يقول اياك، اولا خاصك تعرفي باللي انا لو كنت في ديك الفتره كنفكر في داك الشيء راني نجي عندك انتي اللي مراتي ماشي وحده غيرك. قلت له شفتها خارجه من عندك بالليل، اشنو كيعني هاد الشيء؟ بقى كيشوف فيا وهو يقول امتى، وبدا كيفكر وقال النهار اللي اتصلتي بيا وقلتي ليا باللي بغيتي تطلقي. هزيت راسي بآه بشويه، ما راضياش. وهو يقول كانت هذيك تاني مره واخر مره جات عندي للدار. وفكري غير بعقلك، من نهار عرفتك شحال من مره جمعنا سقف واحد وعمري تجرأت عليك ولا تلاحيت عليك. واش حنا حيوانات؟ جاني الضحك من كلامه، ولكن حبست الضحكة وهزيت راسي بالنفخة. وهو يقول اللي بغيت نقصد مراتي الزوينة باللي هادوك الحوايج بالضبط ما كيحلاوش إلا في وقتهم ومع الشخص المناسب وغمسني. قلت له حتى واحد ما طلب منك تشرح قصتك. ابتسم وقال دابا تصالحنا ياك. عمرو عينيه بالدموع وقلت له انا كنكرهك. وهو يقول او بالعكس انا كنبغيك اكثر من راسي، وما بقيتش بغيتك تكرفتي في الخدمه، وكاع اللي بغيتيه انا قادر نجيبه حتى لعندك. قلت له انا ما محتاجاش ليك ولا لغيرك، انا قادر نهز راسي براسي. وهو يقول حتى تكملي قرايتك يا شمس هدرنا في هذا الموضوع. تعصبت وقلت له اوف ما بغيتش اي حاجه تجي منك، ما بغيتهاش، انا بعدت باش نبني حياتي ونعيشها كيف ما بغيت. قال لي عيشيها كيف ما بغيت ولكن معايا، ونساي انك تعيشيها بعيد عليا. وحطني فوق على نيفي وسد عينيه وقال انتي ديالي، وحتى نموت ما غتفرقنيش عليك، نموت عليك ومعاك. شاف فيا باستغراب ورجعت دبت في عيني، ودازت لحظات وحنا ساكتين، كل واحد فينا هز كلام كتير في عينيه كيوصلوا للتاني. وتجرأت وسديت عينيا قبل ما نحط شفايفي على شفايفي. حسيت بإيديه دارو على خصري بتملك، وقربني ليه أكتر حتى تلاصقوا أجسادنا. أنفاسنا تسارعوا ودقات قلبنا مسموعين. حاولت نستمتع باللحظة ولو لثواني، ولكن فقدت الوعي بين إيديه. حليت عينيا ورجعت سديتهم. أنا اللي بديت ودخلت معاه في قبلة، واخا كانت لثواني قليلة ولكن حسيت بحلاوتها، شعور ما يتوصفش. يمكن حيت كان بغيه وبغيت هاد اللحظات يكونوا معاه هو بالضبط، ولا حيت قدر غير في ثواني يزيد يدوبني فيه اكتر. شمس شوفي فيا. نهدت وحليت عينيا وجو في عيني هنيشه. ابتسم وقال كانت احلى قبله دازت في حياتي، قلبي ضرب بقوه وشفت فيه. قلت له زعما انا اول وحده، ما غاديش نكذب، شحال هادي وايام المراهقه والصغر، ولكن غير داك الشيء خفيف، شي حاجه ديال العمق ما كايناش. رجعنا لدارنا وحنا فرحانين، وتعشينا ضاحكين، جمعنا الطبله بجوج وخليته كيتكلم في التليفون، وطلعت بالزربه للبيت ودخلت للتريسين. حليت واحد الجهه في الماليو، جبت واحد الشوميز في الحمر، كنت خديته فاش كنت كنوجد العرس وخبيته خصيصا لهاديك الليله. ودابا جا وقته، ودخلت للدوش دوشت ولبسته وخرجت. تقديت مع المرايه كنشوف في راسي، حتى قفزت ملي سمعته كيعيط لي. وقفت في بلاصتي مصدومه، ما قادراش نزيد خطوه، واش نتقدم ولا نرجع للور وندير بالناقص. وعاود سمعت سميتي مره أخرى، تبسمت وقلت له انا جايه. وقفت وخديت نفس عميق وفتحت الباب ولمحته جالس فوق السرير كيلعب بالتليفون. شويه هز فيا عينيه وسهى فيا شحال.
بقيت كنشوف فيه وطاح من ايدو التليفون وما اهتمش ليه، ولكن انا قفزت. اصلا انا مخلوعه بلا والو وقلبي حاسه بيه غادي يوقف. جا عندي ووقف مقابل معايا تاسم وكيدوز في سكانير عليا من راسي حتى لرجلي. نزلت راسي باحراج حيت صبرت بزاف وما بقيتش قادره نطلع عيني فيه اكثر. حسيت بايدي حاوطو خصري ولصقني مع سطرو وهو يقول شوفي فيا. هزيت عيني فيه نيشان ودبت فيهم بحال ديما وحطني فوق لنفي ورجع خطوه لورا. شاف فيا بابتسامه وفرمشه عين كنت مهزوزه بين ايديه. حطني فوق السرير وحط شفايفه على شفايفي ودورت ايدي على عنقه وسافرنا لعالمنا الخاص. ودازت ساعات علينا وحنا فاقدين الوعي وغايبين مع الشعور اللي سيطر على حواسنا ونعش كياننا. شاف فيا بابتسامه وقال عمري ننسى هاد الليله في حياتي. رجعت مخششت فيه كنحاول ما امكن بعد من عينيه وقلت له حتى انا. اضحك وقال واخيرا سمعت صوتك ما واجعك والو. هزيت راسي بالله ومن بعد دوشنا ونعسنا ومشينا دوزنا سيمانه في مراكش. ومن بعد رجعنا وجبنا معنا خالتي في ظلال الدار وولينا عايشين مجموعين. ودازت الايام وحاله خالتي في ظلال ولات كتحسن نهار على نهار. وفهد كان فرحان بهاد الشي حيت الام ديالو غادا وكتحسن. حتى لواحد النهار كنا جالسين في الدار حتى كيدق علينا جهاد وغير شافو فهد وهو يعطيه واحد اللقمة ردها ليه جهاد وبداو كيتضاربو وبقاو كيتضاربو مدة ما بغاوش يوقفو حتى غوت بالجهد. وقف جهاد وقال سلطانة ماتت. شهقت بالصدمة وقلت له شنو امتى؟ قال هادي يومين. قلت له ما عرفت ما نقول لك الله يرحمها ويغفر ليها. وهو يقول على داكشي اللي دارت محال ربي يغفر ليها أشمس. قلت ماشي بوحدها اللي دارت حتى انت ما خليتيش حقك. قال عارف راسي غلط وارتكبت أخطاء كتيرة في حق الناس كتيرة، ولكن أكتر شخص يستاهل نعتذر منه هي انت يا شمس. أنا ظلمتك بزاف. قلت له ما كنت سناش اعتذارك جهاد وما محتاجاش ليه وما عنده باش ينفعك ولا ينفعني اصلا. قال لي انا غادي ينفعني لا سامحتيني غادي نقدر ننعس ونرتاح. قلت الله يسامحك جهاد ولكن ما عرفتش علاش جاي تخبرني بموت امك. قال ماشي امي وعمرها ما كانت امي. قلت له جهاد الله يهديك ما تقولش هكا انتوما بجوج غلطتو ما تحملهاش الغلط بوحدها دابا راها عند الله ادعي لها بالمغفره. وهو يقول ما نقدرش نسامحها على داكشي اللي دارت فيا. هي عمرها ما بغاتني حيت انا ماشي ولدها هي كانت كتشوف غير مصلحتها. قلت له ما فهمتش شنو بغيتي تقصد. جهاد دار عند فهد وقال فهد انت راك خويا تفاجأنا بجوج وقلنا ما يمكنش. قال له فهد ما يمكنش انت كتفلى عليا. قال جهاد والله ما كان كذب عليك انا ماشي في حالة نختار على الاكاديم وهاد الهضرة اللي غادي نقول راه سمعتها من فم سلطانة وهي على فراش الموت. قالت لك بغات تحيط التقليد على رقبتها. قال فهد اشرح ليا انا ما قادرش نستوعب هاد الكلام اللي قلتي. وهو يقول جهاد قبل من اليوم بثلاثين سنة كانت سلطانة تزوجات بالحاج اللي هو الاب ديالي في الوراق. هو كان دهايبي وبخيره ولكن ربي ما رزقهمش بالدرية وعاشوا شي سنوات مع بعضياتهم. واحتاج الوقت فين مرض الحاج مرضى خايبة وشد الفراش لمدة طويلة. وبما أن عائلة الحاج كانت كبيرة وعنده خوتو يعني كل شي غادي يورث فيه إلا سلطانة اللي غادي يكون نصيبها قليل
وهي تفكر باللي تربي شي دري باش يهز اسم الحاج، وإلا مات الورد كامل غادي يرجع لهاد الولد، وفي الاخر غيكون عندها كل شيء وحتى واحد ما غادي يشاركها. هي كانت كتعرف واحد القابلة ووصاتها باش تدبر ليها في شي تربية، ولكن القابلة جابت ليها جوج وليدات صغار، واحد يلاه تزاد والتاني كبر منه بعام. سلطانة اختارت الدري اللي يلاه تزاد وكنت هو أنا، وخلات القابلة تكلف بالولد التاني اللي هو انت. وانا نقول ولكن انت وفهد ما كتشابهوش نهائيا. قال جهاد ماشي ضروري نكونو كنتشابهو، احنا تولدنا في نفس العام ماشي توأم. وهو يقول فهد يعني دابا ديك القابلة حطتني في الميتة. جهاد هز راسو بقاه وقال وانا ربتني سلطانة على اساس ولدها. وانا نقول والحاج اللي هو راجل سلطانة قبل بهاد الشي؟ قال جهاد وهو فين كان عارف الاش كتخطط سلطانة؟ هو كان على فراش الموت وهي كتقدر شغلها، حتى خوته وعائلته كانت كتجري عليهم من الباب باش ما يدخلوش يزوروه، حتى ربتني انا وسجلتني بسمية الحاج وخطتها نجحات وما داش بزاف ديال الوقت والحاج مات ورجع كل شي لولدو اللي هو انا. قلت ما يمكنش دارت هادشي كامل على قبل الفلوس. اجي وباش عرفتي راه فهد هو خوك سلطانة؟ باش عرفت راه الولد اللي جابته هاد القابلة هو فهد؟ قال جهاد فاش دازت 3 سنين مشات سلطانة للميتة وشافته، ومن بعد بقات كتتبع اخباره، يمكن كانت ضاربة حساب النهار اللي غادا تموت فيه، حتى النهار اللي تكفلت بفهد واحد العائلة. قال فهد الحاج عمران والحاج زهرة. قال جهاد سلطانة ما بقات سمعت عليك حتى شي خبر، حتى داز شهر عاد عرفات شكون العائلة اللي تكفلت بيك. تكفلت بيك ختها وراجل ختها. حطيت ايدي على فمي من الصدمة. قلت كيفاش؟ اشنو كتقول؟ شكون ختها؟ وهو يقول جهاد سلطانة خت الحاجة زهرة شمس. قال له فهد لا لا ما يمكنش، عمري ما شفت سلطانة في الدار. وانا نقول حتى انا عمري ما شفت الحاجة زهرة طول ديك المدة اللي كنت عندكم، حيت سلطانة قطعت العلاقة بختها فاش عرفت باللي هي اللي تكلفات بالولد. وانا نقول وعلاش؟ قال جهاد هذا موضوع اخر. قلت ليه بغيت نسمع، عاود ليا انا كنسمع. وهو يقول اولا خافت من المشاكل، خافت لشي نهار يتكشف السر ملي وليو الخوت حدا بعضياتهم، وثانيا خافت الحاج يكتب خويا في سميته ويرجع ليه كلشي. قلت وهي اشنو مشى ليها من داكشي؟ هو حر في املاكه. وهو يقول جهاد حيت كان عندها تخطيط آخر شفنا فيه باهتمام. وشد راسه وزفر بعمق وقال والله ما بقيت عارف لا اشنو نقدم ولا نوخر. وهو يقول فهد بلاتي شويه بشويه قول لي بعدا كيفاش الحاج والحاجه تكفلوا بيا في الرباط وهما ساكنين في كازا؟ قال جهاد حيت في الاول كانوا في الرباط، يعني الحاجة وسلطانة كانوا ساكنين حدا بعضياتهم في مدينة واحدة، حتى وقعوا بيناتهم شي مشاكل. أولهم فاش عرفات الحاجة زهرة باللي سلطانة غير مربياني وخدات ورد ماشي من حقها، وكبروا المشاكل باللي سلطانة ما بقبلاتش ختها تكفل بولد من الميتة، وطولات الخصومة بيناتهم بزاف حتى تقطعات الهضرة بيناتهم. والحاج هز مراته وولده اللي هو فهد ورحلوا استقروا في كازا، وفي نفس العام جابتك انتي من الميتة ورباتك وماشي في سبيل الله، ولكن كانت عندها خطة أخرى من خططها الشيطانية. قلت شنو هي؟ أنا شنو عندها تستفد مني؟ قال جهاد بالعكس انتي كنتي هي الورقة الرابحة عندها، كانت غدا تزوجك ليا
باش تقدر تمتع بالثروة اللي ما قدراتش توصل ليها من شحال هادي. ضحكت باستهزاء وقلت له: اش من ثروة؟ علاه انا عندي شي حاجة؟ جهاد، اشنو كتخربق؟ قال: عند والديك شمس. انتفضت من بلاستي فسمعت هاد الكلمة، حسيت بالدم وقف عروقي. ايش من صدمة جاياني. دوزت الطريق بصعوبة من حلقي وشفت فيه وقلت: ايش من والديا؟ علاش كتهضر جهاد؟ انا ما فهمت والو. وهو يقول: الحاج عمران والحاجة زهرة والديك شمس. حسيت بالدنيا دارت بيا وانفاسي زادوا تسارعوا. شدني فهد فشافني غدا نطيح. وهو يقول: فهد لا لا، انت اكيد تسطيتي.